متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازيتي. كما يعرف الجميع أن الوضع الصحي بمدينة الدار البيضاء هو وضع اللي هو كارثي. تكدس مجموعة من المقالات، توجد مجموعة من المراسلات والشكايات من أجل تحسين الخدمات داخل المستشفيات العمومية في مدينة الدار البيضاء، ولكن بدون جدوى. صحيح أن هناك كاين فرق ما بين منطقة ومنطقة أخرى، ولكن في العموم يبقى الوضع كارثي على مستوى القطاع الصحي مدينة الدار البيضاء. اليوم غادي نناقشوا هذا الوضع الصحي مدينة الدار البيضاء، ونستضيف السي عزيز مؤمن، نائب الأمين الجهوي لحزب الحركة الشعبية بمدينة الدار البيضاء، اللي وجه مؤخرا مراسلة إلى وزير الصحة العموم الصحة والحماية الاجتماعية من أجل يعني مجموعة من المشاكل التي يعرفها القطاع الصحي في مقاطعة بن مسيك مدينة الدار البيضاء. سي عزيز مؤمن، مرحبا بك. مرحبا، شكرا أستاذ بوستا وشكرا للاستضافة. سي عزيز مؤمن، الوضع الصحي مدينة الدار البيضاء يعني دائما يثار حوله الجدل، وانت مؤخرا قدمت واحد مراسله الى وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه يعني تندد وتستنكر الوضع الصحي بعماله بن مسيك. يعني كيفاش انت، علاش اولا سببت هذه المراسله، وكيفاش تشوف الوضع الصحي باكبر مدينه في المغرب؟ اولا في البدايه غنهضروا على الوضع الصحي بمدينه بجهه الدار البيضاء ستات، بالمدينه الكبيره وبلديه الغول، وثانيا نهضروا على الوضع الصحي خاصه في المراكز الصحيه وفي المناطق النائيه كبن مسيك، ك مولاي رشيد، ك حي حسني. هذول كلهم راك حنا كمتتبعين مناطق محيطيه، ما نقولوش اي كما هذاك اللي عندهم المحيط ديالهم، اللي عندهم الكثافه السكانيه وعندهم محيط الضواحي ديال الدار البيضاء اللي فيهم مثلا بحال مديونه، كلهم الناس ديال المديونه تيجيو لبن مسيك، الناس ديال تيتمل اللي تيجيو لمولاي رشيد، الناس ديال عين حلوده تيجيو للمستشفى ديال البرنوسي. اذا كاين واحد الضغط، ولكن هذا ما تيمنعش بان وزاره الصحه ولا المسؤولين الجهويين والمركزيين في قطاع الصحه خصهم يديروا الخدمه ديالهم. وحنا الحمد لله في هذه الوجبه ديال الافه ديال كورونا، الحمد لله المستشفيات تجهزوا. مثلا حنا عندنا في بن مسيك ولا مولاي رشيد ولا مستشفى السقاط في عين الشق تجهزوا بالاليه ديال السكانير، ولكن المشكل ما كانش عندهم المتعابه والمصاحبه ديالهم. انا مثلا عندي في بن مسيك علاش قدمت الشكايه للسيد وزير الصحه، اولا باش ما نكونش كما تيقال ويشاع بانه حتى نديروا السياسه، وحنا تنديروا السياسه هي تنديروا السياسه باش يعني تطور الخدمات ديالنا، والدور ديالنا هو التاطير والتكوين والفضح ديال الفساد وسوء التدبير ديال بعض القطاعات. حنا مثلا عندنا في المسيك عندنا واحد الاليه ديال السكانير الحمد لله من الاليات المتطوره اللي نحسد عليها في بعض المناطق، ولكن لا تشتغل. ملي تمشي تبحث على الشغل تقول لك حاجه الطبيبه اللي مكلفه دايره شهاده طبيه، ولكن هذا الشيء ما تيمنعش منه ملي تيمشي مواطن عادي تيبغي يدير سكانير تيقول لي ما تيقولش لي خاسر بانه راه ما كاينش، وملي تيمشي شي مواطن اللي تينتمي لواحد الهيئه ما ولا تيفهم بحالنا تيقول لي حتى العشيه مورا ثلاثه ولا اربعه وغادي ندير لك سكانير، وتيدا لواحد اربعه الحالات ولا خمسه الحالات. حنا ما بغيناش هاد يكون، بغينا هاد المستشفى يكون العموم وتشتغل العموم. حنا على هادشي المستشفى حديثه الوجود في هذه المنطقه هذه يعني بين المستشفيات اللي يلاه دارت. لا لا، حنا مستشفى الحمد لله ماشي حديث، راه ملي تفوت 15 عام راه حنا المستشفى ديال بن مسيك راه من 2007 دابا تقريبا 15 عام. اذا هو المستشفى ديال بن مسيك ما عمره كانت عنده المتابعه، يعني هو المستشفى دار باش يخفف الضغط على المستشفى ديال عثمان. المستشفى ديال بحكم بانه كان عندنا مستشفى واحد ديال سيدي عثمان كان في شاد عماد ديال مولاي رشيد وعماد ديال المسيك، والحمد لله ملي دا المستشفى ديال المسيك خفف شويه ديال الضغط، ولكن ما كاينش فيه الاليات والاشتغال ديال الاليات. انا مثلا نعطيك غير بعض الاطر داخل المستشفيات تما تيتشكاو تيقول لك ان ولاو قلال الناس تيمشيو في يعني في التقاعد بشكل كبير، حتى هما عندهم متاعب اخرى. يعني استاذ حنا كفاعلين ولا كمتتبعين ولا كمواطنين، انا اليوم انا كنهضر كفاعل سياسي وكمواطن متضرر من هذا القطاع، خاصه انا ولد المنطقه ديال بن مسيك، وتا انا تمشي للسبيطار وعائلتي تا هما تيمشيو للسبيطار ديال بن مسيك، وتا هما تيدور. حنا فيه كان عندنا الاشكال، ما نبقاوش نقولوا حكا هادو تيشدوا التقاعد، هادو راه ملي تيشدوا التقاعد راه كاينين موظفين، كاينين مواطنين، كاين الناس باغا تشتغل. هاد يعني المواطن فاش يمشي للسبيطار خصو يلقى الخدمه، خصو يلقى الخدمه ديالو. سيرتو دابا حنا الحمد لله ولا اي مستشفى قائم بالدا ديالو، اي مستشفى تيدخل الفلوس. انا هاد السكانير ملي جينا بن مسيك راه تيخلصوا لنا 700 درهم
وتيخلصوا هذا. اذا لا خدمتي وقدرتي 10 ديال الناس 7000 درهم النهار، 7000 درهم النهار. اذا كاينه واحد المداخيل هذا تعطيك واحد الاليات. اذا ما بقاوش نبقاو نحكر، ما كاينش الاطور، ما كاينش هذه، ما كاينش الاطباء، كاين الاطباء وكاين هذاك. مثلا انا تنمشي للسبيطار بيني وبين عين الشق وبين بمسيك طريق مديونه، السقاط ماشي هو ديال بمسيك، ونفس حتى هو تابع لوزاره الصحه، حتى هو عنده المعاناه حتى هو. ولكن خصنا نكونوا الله يجزيكم بخير، قبل ما نكونوا موظفين، قبل ما نكونوا اطباء، قبل ما نكونوا اطر صحيه وشي طبيه، نكونوا مواطنين. دابا عمده الدار البيضاء اللي كاينه حاليا، عمده كانت مندوبه تاع وزاره الصحه في واحد الوقت، من مديره جهويه، مدير جهوي تاع الصحه. يعني واش ما تشوفش بان كان عليها يعني تعطي الاولويه لهذا القطاع في مدينه الدار البيضاء، لان اللي عارف الخبايا ديالها؟ مزيان، هذا سؤال وجيه. وبالمناسبه هذه بين قوسين، كانت عندنا البارحه العمده عندنا في سباته، جات واحد القافله طبيه في سباته، قافله طبيه في سباته. وانا تنعرف بحكم فاعل جمعوي، تنعرف ان القوافي تيكونوا في الضواحي وفي ديال المدن البنائيه، ولكن وسط المدينه، وتجي دير واحد القافله طبيه وسط مقاطعه ديال المسيك، مقاطعه سباته عفوا، وانت معاك اللي مكلفه وهي المديره ديال المستشفى ديال بمسيك، على الاقل تديها وسط المستشفى ديال بمسيك، باش الساكنه ديال بمسيك وسباته ما يبقاوش حنا نديروا اي حاجه، نديروا فيها السياسه اي حاجه نديروا فيها. راك هذه مديره ديال واحد القطاع ديال العماله ديال مقاطعه بمسيك، وليس ديال نائبه، حيت انت نائبه رئيسه مقاطعه ديال سباته ومديره مستشفى، ونديروا الحاجات الصغيره. وراه الفيسبوك وهذاك دار واحد الضجه البارح على قبل هذه حشومه، نديروا قافيه طبيه وسط حنا وسط الدار البيضاء. وكيما حتى المشرع عطانا العموديه ديال الدار البيضاء، اذا حنا خصنا نمشيو اول حاجه نمشيو لهذا القطاع. كما قلت يا استاذ السؤال الوجيه ديالك، هي كانت مديره جهويه سابقا وطبيبه تبارك الله، كانت من الاولويات نبداو بالصحه، حيت البرامج ديال المرشحين كاملين الاحزاب كلها في البرامج ديالها تلقى الصحه والتعليم والتشغيل. حنا دابا ما كاينش يا بعض يقول لك مثلا بان اختصاص الصحه لا يدخل ضمن اختصاصات الانتخابات، لا 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 وان قطاع موازي. لا لا استاذ، الله يجزيكم بخير، تندخلوا عندنا اختصاص ديالنا. اذا ما كامل ماشي اختصاص ديالنا، ما نمشيش اختصاص ديالنا، ما نديروش البرامج ديالنا. إذا حنا سيرتو هذه الانتخابات الحمد لله اللي دازت انتخابات الجماعيه والبرلمانيه في واحد، إذا برنامج واحد دورنا. وكان السقف تاع الوعود. إذا انت السقف ديال الوعود، وكان منهم الأولويات ديال الصحة. بالعكس أنا تنقول لك الوقت اللي قبل من إبداء المجلس كانت الصحة شوية، دابا الصحة تدورت، القطاع الصحي متدهور. وغنمشي ندير لك دابا تضرب واحد الجولة في جميع المستشفيات بدون استثناء، أنا لا أنقص من الأطر الصحية ولا الشيء الطبية بالنوع المجهودات ديالهم، ولكن معاناة حقيقيه بانه ما بقاش ذاك التتبع، ما بقاش ذاك الاهتمام. انا كمستشار سابق بمجلس مدينه الدار البيضاء، كنا في الاولويه انا نسبق الصحه على التراموي. مثلا غنبداو بجوج خطوط ديال التراموي، نديرو خط واحد ونمشي لواحد القطاع الاخر. عندي مثلا غنمشي للجيزه، دابا انا مثلا باش نجي عندك ونجي في الوقت ديالي، خديت ساعه قبل من هذاك باش نبقى في الوقت ديالي وكشي، راه المعاناه ديال المواطنين. واخا من خلال الهضره تنهضرو على العمده، برنامج عمل الان يتم الاعداد تاع برنامج عمل تاع مجلس مدينه الدار البيضاء، بالنسبه لك خص يكون القطاع الصحي من بين الاولويات ديال المجلسات. انا معك استاذ بوستار، حيت في البرامج ديالهم، في البرامج ديالهم الانتخابيه والوعود ديالهم الانتخابيه، بانهم كان من الاولويات هي الصحه. وحنا دابا تقريبا على مشارف سنه باش دازت الانتخابات، ما شفناش شي تطور ولا في شي كلمه في شي اجتماع ولا في شي لقاء، ولا فبان راه من الصحه من الاولويات ديالنا. اذا ملي يقولوا حنا موازي الصحه عندهم مواليه وهذا، راه حنا لا بالعكس، راه حنا معهم مجلس مدينه الدار البيضاء وليس بجماعه ديال واحد القطاع ديال واحد المنطقه، حنا مجلس مدينه الدار البيضاء. هاد مجلس مدينه الدار البيضاء الاختصاص ديالو هما هادو، هو خلق فرص الشغل، هو الصحه، هو التعليم. يلاه يعني ذاك المجلس ما خصوش يبقى ذاك المجلس، ما بقاش ذاك المجلس ديال صاحب حفره، لا وصاحب حفره، ولا مات ليا شي حد نجيب لي سياسه نقل اموات، ولا في هذا رمضان الرئيس دابا الله عمره هذا حيت يعطيني معاونه عناده رمضانيه خنشه ديال الدقيق، بغينا نحيدوا هذاك، ما بغيناش ذاك المستشار ديالي يخاطب
السي بوستان، بغيناك المستشار يخاطب مدينة الدار البيضاء، بغيناك المستشار يشوف معاناة ديال ساكنات مدينة الدار البيضاء، ما بغيناش داك المستشار اللي تيكون في راس الدرب هاد السيد الله يعمر دار نهار ما تبا جاب لي لابيلانس نهار ما تعداغ. لا سيدي، بغينا حنا المستشار يمشي للسبيطار يلقاه في المستوى، يمشي للمدرسة ديال التعليم. يلاه بدات واحد المبادرة دابا اللي طلقتها وزارة ديال التعليم، ولاو دخلوا المدارس ولاو يصلحوا دوك المراحي ديال التلاميذ، راه معاناة. انا ملي تيقول لي يا استاذ انا مستشار ولا حزب تيحكم مثلا تيسير مدينه الدار البيضاء، ملي غنجي نتحاسب معاه خصني نتحاسب معاه في الاخر ديال الولايه، يقول لي مثلا في السبيطار قبل ما نكونوا حنا كان رانديفو تيتخاد على شهرين، ملي جينا حنا ولا يتخاد رانديفو على شهر مع وزاره الصحه. راه الضوء ديالنا استاذ، راه عندنا موظفين فائضين، نعطيو الموظفين نعطيو مثلا هذه المعاناه اللي تيعانيو منها وزاره الصحه مثلا الاداريين، نعطيو حنا موظفين ديال الجماعه ونخلي الطبيب. حنا مثلا انا دابا بالمناسبه جاتني فكره، انا علاش نعطي طبيب ونعطيه هو مدير مستشفى، ما نعطيش انا طبيب. الطبيب هذا انا دابا تلقى دابا محتاج لي انا عندي بنسيك، دابا انا عندي بنسيك المديره ديال المستشفى بنسيك طبيبه، وهي هي الجراحه الاخصائيه ديال التوليد، تتكون باركه في الاجتماع تيعيطوا لها جا واحد المراه غتولد. انا الاداري خلق دابا فهمتي، انا طبيب وحنا عندنا مثلا مستشفى ديال بنسيك، خصني اي مستشفى تدخل، ولكن تنجي لبنسيك بحكم التتبع ديالي وابن المنطقه، خصني ندخل كاين بيرو ديال الماجور والماجوره الممرض الرئيسي، تدخل كاين بيرو ديال الكاتب العام، عاد باش تلقى البيرو ديال المدير. اذا عندك ما هو مشكل اداري تمشي عند الحارس العام، تمشي كنسمع الحارس العام. عندك ما هو مشكل مع شي مع صحي مع ممرض وش حاجه تمشي عند الممرض الرئيسي. عندك مشكل كبير معهم تمشي عند، حنا عندنا بنسيك ما عندناش مكتب ديال ديال الحارس العام، ما عندناش مكتب ديال الماجور ولا ماجوره، ما عندناش. عندنا داك المكتب ديال المدير، المديره تيدخل ليه الماجور ويدخل لي، انا ما تعرفش انا ولد المنطقه وما عارفش شكون الماجور، والله ما عارف ولا شكون الماجور، تدخل لي الحيس ولا الحيس العام ما عارفش، وتيدخل لي المسؤول ديال الامن الخاص. انا تمشي مثلا السقه تلقى المسؤول ديال هذاك الماجور، تلقى ديك ديال الحارس، يعني كاين الهيكله، كاين الهيكله. اذا حنا بمسيك مع هذاك، ولكن ما شاء الله لو كان نهضروا على بمسيك نبقاو تاني كما يقال بانه سي خلينا نهضروا على الوضع، بانه وضع ديال قطاع الصحه في الدار البيضاء كارثي، ولكن انا بحكم في بمسيك اكثر من كارثي، خاصه يتعاد فيه النظر ويكون من الاولويات المجالس المنتخبه، لا المجلس الجهه، لا المجالس الاقاليم، لا المجلس الاقليمي، لا المجلس ديال المدينه الدار البيضاء، خاصهم يعطوا اولويات للصحه. لكن بدا فإلى مجلس المدينه كيتم المجلسين الاخرين، يعني المجلس العمل ومجلس الجهه، واش تشوف مسؤوليه عند المجلسين تاهما خاصه؟ لا ضروري، خاصه مجلس الجهه والمجلس الاقاليم عندهم الاختصاص ديالهم وعندهم شراكات بينهم في القطاع ديال الصحه، خاصهم يكونوا بثلاثه، وخاصهم نكونوا كيما المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عطات لامباك ديالها ولا تراسابيلتي ديالها في الصحه، وتتشوف دابا انا الحمد لله عندي واحد الحاله من العائله ديالي، ومتبع في الجمعيه ديال لالا سلمى، وتنشوف المبادره كيفاش عطات لامباك وكيفاش يكون استقبال وكيفاش يكون الاليات اللي موجودين. الحمد لله حتى حنا ما كرهناش هذيك المستشفى تكون معلقه في بلاكه ديال المبادره وبلاكه ديال مجلس الجهه وبلاكه ديال مجلس العماله وبلاكه ديال مجلس المدينه، وكل واحد باش يساهم، كل واحد باش يساهم. هادو مثلا ملي كنا في المجلس الفائت كنت عضو اللجنه الاقليميه ديال المبادره التنميه البشريه، كنا تنخصوا الميزانيه ديال هذا في هاد الاواخر، كاش قلنا هذيك الميزانيه ديال المبادره نقسموها على ثلاث قطاعات، نقسموها على التعليم والصحه والتشغيل، في خلق فرص ديال التشغيل. مثلا ما عندكش واحد القطاع ديال التكوين المهني نديرو، ما عندكش مثلا اسواق نموذجيه ديرها، ما عندكش هذا، ولكن فرقناهم على ثلاثه القطاعات، والحمد لله بواحد الوقت عطات الاوكل ديالها، ولكن جات هذه الافه حبست ديال الكورونا، حبست. نتمنوا عاوتاني تكون ديناميه جديده في الدار البيضاء. بخلاصه سي مؤمن، انت كنتي مستشار جماعي سابق في ايام تجيد، كيفاش تشوف الرؤيه ديالك حول الناس اللي تيسيروا الان في مدينه الدار؟ كاين خلاصه جديده. ما غنكون اناني في الجواب ديالي، ولكن كاين فرق كبير بين السي سجيد وبين
المسؤوليه ديال الساعه كاين افكار ديالهم. كان سي سجيد عنده افكار عن بعد وكان ما تيفكرش بمسيك ولا سباته ولا عين الشق، واخا كان هو مستشار عين الشق ولا تيفكر المدينه ديال الدار البيضاء. وكان السيد 6 الصباح 7 الصباح تلقاه في الاوراش واقف وفاهم رجل الاعمال تيبقى رجل الاعمال، رجل الاعمال تيبقى رجل الاعمال، والطبيب راه تيبقى طبيب، واستاذ تيبقى استاذ، وكل واحد عنده الجميع محترماتنا للجميع، ولكن على التواجد ديالك واحد تيوفيق 6 الصباح تلقاه في السيتيرا تيعطيك افكار، تيعطيك مثلا انا دابا جاي من المستقبل وملي عرفت الطريق بن عامره ودخلتك الطريق ديال ربع عزال اللي كنا بالمناسبه دات فوق ديال سجين، الناس عندهم افكار وعندهم البعد ديالهم. حنا مثلا حدا بالدار البيضاء كلشي خدام في وقت واحد، راه الناس تعاني، راه الدار البيضاء مدينه غول. انا بالمناسبه كان الوالي السابق كنا غنتشنوا واحد المسجد في بمسيك، وانا كنت قاعد باش ناخذ المسجد، وقال لي لا كاين واحد المسجد هنا واحد المسجد هنا، قال لي راه الدار البيضاء مدينه مجنونه، راه غيجي واحد الوقت غنبغيو بغا نقول المستشفى ديال الامراض النفسيه والعقليه اكثر من وصلت ليها دابا، تاكل فيه واش تلقى الناس امراض نفسانيه مساكن الله يشفي فيهم، تلقى العائلات تيعانيو، تيلقاو راه الدار البيضاء خصها واحد اعاده الهيكله في الصحه، خاصه في القطاع ديال الصحه، خاصه في امراض كيما هذاك النفسيه والعقليه. سي مؤمن شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاسبور، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.